ما كنعرف بان يمكن رجال النساء اللي هما كتافي فنزيدو الخدام على راس على راس. شكرا جزيلا والى اللقاء في زياره ان شاء الله. اغلب فئه الشعب لم تشملها التغطيه الاجتماعيه ولا زالت تتوسم المساعده من جمعيات الإحسان في غياب خطة تشمل الجميع. صندوق أرامكو لدى العمل به هذه السنين. الله في قوة النقاش، النقاش العموم بفضل الخط بإيرانها على بلدنا وعلى باقي بلدان العالم. وهذا السياق يمكن تجمعنا. والذي نحتفل دائما كل سنة بهذا الحدث الذي يعرفه البلاد، وأحيي جميع المؤتمرين على حضورهم، وأن دائما حزب التجمع الوطني للأحرار دائما قريب من المواطنين، وقد جاء اليوم ليعبر عن مدى حبه لجميع المواطنين، وقد يعني جميع المحطات التي مر منها منذ تولي السي عزيز خنوش رئاسة الحزب تجمع وطني الأحرار من يعني من 100 مدينة 100 يوم. وهذا الحدث الذي مر عبر ربوع المملكة قد عرف إقبالا وتجاوبا، فهو محطة مهمة بالنسبة للمناضلين وجميع الإخوان الذين يريدون أن يتقربوا من هذا الحزب ويعرفوا مدى حبه ومدى مكانته ومدى قدرته على 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 قيام بإصلاحات من القطاعات التي تعرفها المملكة المغربية وهي محتاجة للإصلاح، وهي التعليم والشغل والصحة. كما أحيي جميع المؤتمرين على الصعيد إقليم ورزازات والذين حضروا في هذا اللقاء وعبروا عن اعتزازهم وعن فخرهم لانتمائهم لهذا الحزب. كما أحيي جميع الإخوان الذين حضروا في هذا اللقاء والطاقم الصحفي الذي واكب هذا الحدث، وكذلك جميع الإخوان المنسقين الإقليميين الذين يقومون دائما بواجبهم. جميعا السي عزيز خنوش على هذه المحطة الناجحة، وكذلك أعضاء المكتب السياسي الذين قاموا بدورهم، وكذلك الإخوان المنسقين الجهويين والإقليميين على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الجهوي. فكل تحية والشكر للإخوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا اليوم كنعيشوا واحد العرس تنظيمي كبير اللي دعا ليه رئيس الحزب الأخ عزيز أخنوش، وهو مؤتمر استثنائي. كان هذا يدل على شيء، فهو يدل على الديمقراطية الداخلية التي يعبر عنها الحزب منذ نشأته. واليوم عشنا في واحد الظروف اللي هي استثنائية، كان بودنا أنه نديروا مؤتمر بآلاف المؤتمرين، لكن نظرا للظروف الاستثنائية اللي كتعيشها بلادنا ما علينا إلا أننا نديرو هذا المؤتمر عن بعد، وهي دارت بأحدث التقنيات. ولنا الشرف أننا أول حزب مغربي كيقوم بمؤتمر بهذا الشكل شكلا ومضمونا. المؤتمر مر في أجواء جيدة، حضور أغلب المؤتمرين، ثم تصويت على مجموعة من النقاط من المادة 33 من النظام الأساسي، وكذلك المادة المتعلقة بتمديد الولاية للأجهزة داخل حزب التجمع الوطني الأحرار. الحمد لله التصويت كان بالإجماع في ظروف تملأها أجواء ديمقراطية وبحضور مفوضين قضائيين في جميع القاعات. وعلى سبيل المثال القاعة اليوم التي حضروا بها اللي هي القاعة رقم 1 ثم القاعة رقم 2 بإقليم ورزازات،
تم التصويت على جميع النقاط بالإجماع وتم المصادقة عليها كذلك، فيما تم الاستماع لمجموعة من الكلمات من الكلمة القوية للسيد الرئيس عزاء خنوش الذي نتمن كل ما جاء به في كلمته ونهنئه وننويه بعمله الجبار الذي قام به منذ ترأسه لهذا الحزب، ونتمنى إن شاء الله أن نستمر في هذا المسار الذي بدأناه جميعا ولن تكون نهايته في الانتخابات المقبلة فقط، وإنما أمامنا مسار طويل مبني على الديمقراطية، مبني على العمل والمعقول، ثم كذلك على الشباب من مختلف مناطق المملكة. ونحن اليوم نعيش عرسا وطنيا كبيرا وهو ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة التي وقفنا لأداء تحية العلم وقفة إجلال، وكذلك كانت مناسبة لعرض شريط وثائقي يجسد مدى حضور الحزب في ذكرى المسيرة في المسيرة الخضراء ثم في جميع محطات الاحتفال بهذه الذكرى، ونحن نفتخر وننادي جميعا ونتشبث بوحدتنا الوطنية، ونحن جنود مجندة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.